التقرير ممتاز بطاقه محمد كوناتي التقرير الله أكبر من سار على منوالهم إلى يوم ترن السرائر أما بعد إخوتي وأحبائي في الله صلاح القلوب وما صلاح القلوب نعمة عظيمة هذه القلوب تعيش أعظم معركة على وجه الأرض فلم توجد معركة على وجه الأرض أعظم منها وهذه المعركة هي مع العدو اللدود الذي أقسم بعزة الرحمن أن يغوي العباد وأن يشتالهم عن سبيل الهدى والرشاد هذه الأفئدة وهذه القلوب التي بصلاحها تصلح الأجساد والتي بفسادها يفسد الجسد كله ولذلك أخبر بأبي وأمي صلوات ربي وسلامه عليه فقال ألا وإن في الجسد مضغة ألا أداة تنبيه ألا وإن في الجسد مضغة مضغة لحم صغير صغير الحج لكن كبير التأثير صغير الحج لكن كبير الشأن هذا اللحم الصغير هو ما اختاره الله من الإنسان فأعطاه السيطرة يقود الإنسان ويديره ويحمله على فعل الخير وفعل الشر ولذلك ينبغي لعبد المسلم ينبغي لعبد الموفق أن يسعى سعيه وأن يجد ويكد لكي يصلح قلبه ولكي يصبح قلبه قلب المتقين وهذا السعي يحتاج إلى الزاد ويحتاج إلى أسباب يتخذ له وأعظم هذه الأسباب وأجلها وأعلاها درجة هي الإيمان بالله الإيمان بالله إذا دخل في القلب إذا نزل في القلب استنار من بعد ضلاله وأشرق من بعد ظلامه واطمأن لذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب هذه القلوب لا تنخدع لشيء لا تنخدع لله بشيء مثل الإيمان ولن يهتدي إلا بالإيمان ولذلك يقول الله جل شأنه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ومن كلمة شرط كلمة أداة الشرط تفيد التعليق أي هداية القلب متعلقة بالإيمان ولذلك تجد العبد الموفق الذي يؤمن بالله الذي يؤمن بربه ويؤمن بألوهيته وبربوبيته ويؤمن بأسمائه وصفاته يستشعر عظمة الله فيخافه ويهابه ولا يعصيه في سره وعلنه ولا يعصيه في نجواه وخلواته فهذا العبد تجد قلبه صافيا نقيا يؤمن بالله يؤمن بقدره يؤمن بقضائه وقدره فيعلم أن كل ما أصابه من الله وأن ما لم يصبه هو قدر من الله فلا يحسد أحدا ولا يمنكر أحدا ولا يكيد أحدا وإذا رأى على أخيه فضلا يدعو الله له بالثبات ولا يكيده ولا يحسده لأنه يعلم أن هذا من الله هو الذي يخلق ما وربك يخلق ما يشاء ويختار فهذه القلوب الصافية إذا اهتدى إلى الإيمان كانت حياته أنقى الحياة كانت حياته أسعد الحياة نسأل الله أن ينقي قلوبنا وأن يحلي قلوبنا بالإيمان ومن أعظم أسباب لصلاح القلب ومن أعظم الأسباب لصلاح القلوب قراءة القرآن إخوتي في الله قراءة القرآن وتدبره
وتدبره والانتفاع به والرجوع إليه، فأسلم القلوب وأعظمها وأخلصها لله وأحبها إلى الله وأكرمها على الله هي القلوب التي كمل انتفاعها بالقرآن، هي القلوب التي تحب القرآن صدق المحبة، هي القلوب التي امتلأت بالقرآن حبا فأغناها الله بالقرآن عن كل شيء. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ولذلك كان السلف يقولون: إذا أردت أن تعرف مكانتك ومنزلتك في هذا الدين وعند الله سبحانه وتعالى، فعليك أن تنظر إلى مكانة القرآن في قلبك. فإذا وجدت قلبك مسكنا ومأوى للقرآن، فاعلم أن قلبك على أتم الصلاة. والعكس بالعكس، إذا وجدت قلبك نائيا وجافيا عن القرآن، فاعلم أن قلبك على شفا حفرة من الهلاك. ومن أعظم ما يعين على صلاح القلوب الدعاء. إخوتي في الله، الدعاء له تأثير عظيم على القلب. ولذلك تجد خير الورى وأتقى الناس محمدا صلى الله عليه وسلم، الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، الذي يدخل أول الناس من يدخل الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. تجده يقول في مضان الإجابة، يدعو ربه يقول: اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ومن أعظم ما يعين على صلاح القلوب صحبة الأخيار، صحبة المتقين، صحبة الأبرار، صحبة ذوي القلوب الصافية. فإن الله جل شأنه جعل صلاح القلوب، جعل حياة القلوب مع الذكر، فتجد القلب الصافي، فتجد القلب الخالص إذا ذكر بالله يتذكر، وإذا بصر بالله تبصر. فقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهذه القلوب هي مساكن كل خير وهي مساكن كل شر، وبحسبه يكون الحساب يوم القيامة، يوم يبعث فيه ما في القبور ويحصل فيه ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. نسأل الله بمنه وكرمه إله الأولين والآخرين أن يصلح فساد قلوبنا صلاحا لا فساد بعده أبدا، وأن يثبتنا على صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد كنتي قلبت وعليها فلا من السريع جواني كفوكو كما منفعل أبنوه سويهين درسيني وچينا وياد درسي أفلا چوبا منا وكل مدنا بيلا جري كدا وين بيكالا كرامو لوكا مونيو لامنة لامنة أدامنا فالابا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: كتاب الوصايا والصدقة واللحنة والعمرة. باب الوصية. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: وصية الرجل مكتوبة عنده. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
ما حق امرئ مسلم له شيخ يوصي فيه يبيت ليلتين ولمسلم ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده ولمسلم في رواية قال عبد الله بن عمر ما مرت علي ثلاث ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. باب الوصية بالثلث. عن سعد رضي الله عنه أنه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت. وفي رواية وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. قال يرحم الله ابن عفراء. فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت أفأتصدق بشطره؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال والثلث كثير. ولمسلم في رواية إن صدقتك من مالك صدقة وإن نفقتك على عيالك صدقة إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. ولمسلم في رواية ثم بكى سعد قال ما يبكيك؟ فقال قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة. قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ وفي رواية أخلف عن هجرتي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا أجرت به ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توفي بمكة. وفي رواية رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توفي بمكة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما لو غدا الناس إلى الثلث لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير أو كبير. باب الوصية بكتاب الله. عن طلحة بن مصرف أنه قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال لا. فقلت كيف كتب على الناس الوصية؟ قال أوصى بكتاب الله. عن عمرو بن الحارث أنه قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. وفي رواية لابن السبيل. ولمسلم في رواية. أما مسلم فروى من حديث عائشة رضي الله عنها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما
ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. عن الأسود أنه قال: ذكر عند عائشة رضي الله عنها أن عليا رضي الله عنه كان وصيا، فقالت: متى أوصى إليه؟ وقد كنت مسندته إلى ظهري، أو قالت حجري، فدعا بالطست، فلقد انختن في حجري، فما شعرت أنه قد مات، فمتى أوصى إليه؟ هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. التكبير، التكبير. أما لا أدري ألك بركة كلام بلا جري سيدا نيني في كلام فلاني فني سيراجو أكاني بارا بينا نوي كتاب بين فرالي نوكا دوسيه صحيحيني